اهلا، السلام عليكم بنات، شخباركم؟ كيف انتم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال، بخير وعلى خير، مع فيديو جديد ان شاء الله وروتين جديد. شنقول لكم؟ شحال هادي وانا كنتسنى هذا النهار، قسما بالله كنتسناه باش نخرج نبدل الجو، نشوف عائلتي كامله، نشوف دارنا، ونشوف كلشي. المهم دابا ان شاء الله باذن الله العطلة كيف ما راكم عارفين، خلي الفيديو غادي يكونوا كي يتحطوا لكم مع الطلين، لان داك الظرف كيف ما كنتو شايفينه ما كناش كنحطو على حسب، المهم ما كانش الخاطر وما كانش بزاف الحاجات. المهم واخا الفيديو كتشوفوه مع الطلين، ولكن ما فيها بس انا كنشارك معكم يوميات ديالي وخروطه شويه، لان كان مشكل ما عندنا ما نديرو. ايوا المهم غزالات ديالي، واخيرا 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 اليوم كتاب اننا غادي نجمعوا الحويجات ديالنا، وما نكذبش عليكم بعدا تسمعوا شويه ديال صداع لينا طاقه ماكينه ديال التصبيط، وفهاد الوقيته راه كتعصى. قلت لكم يا لاله من قبيله وانا خدامه كنجمع وما نكذبش عليكم، اكره حاجه عندي هو انني منين نجي نسافر نجمع الحوايج. دونك كنت غير انا بوحديتي، يعني مازال ما ولدت ما والو، ملي كنبغي نسافر فكنلقى صعوبه باش داك الجميع ديال الحوايج، حيت كندوخ دي هادي الا ما ديتيش هادي، دي هادي الا ما ديتيش هادي، وغالبا ما ملي كنديو ما كنلبسوش داكشي، واما كتدي حاجه اللي انت ما محتاجاهمش سالات. المهم يعني شي حاجه ماشي هي ديك في الحوايج، دونك كتكوني غير راسك انت ضيخه حارك ملي ديري معاك بجاختك. ايوا لا اله الا الله، دابا ثلاثه وانا الرابعه، وخاصني نشوف شنو غيلبسوا شنو ما يلبسوش، شنو هادي وهادي مع هادي وهادي من تحت هادي، والحوايج ويلا فزقوا، هادي زايده هادي ناقصه هادي لا. المهم فريمون كدوخي، انا من داك النوع ديال العيالات اللي ما كذبش عليكم كندوخ بالجمع ديال الحوايج، وكنضخ في الوقيته اللي كنكون كنطوي الحوايج عاوتاني باش نردهم لبلاصتهم. المهم هادو ما تنحملهمش من عند الله، ما عنديش معاهم. المهم الغزالات ديالي، انا واخيرا واخيرا جمعت، نقولوا بان راه حنا سالينا. المهم الا بقات شي حاجه ماشي مشكل، مازال في يدي النهار كامل، يعني الا تفكرت شي حاجه غادي نضيفها، ولكن حاليا جمعت كل شيء، يعني حوايجي حوايج اليج حوايج زينب حوايج مروه وحوايج ديال يعني اللي لهم ديال الدار وديال الخروج، وكذلك انا ديال الدار وديال الخروج. وفي نفس الوقت جمعت حتى هذه الغوز، هذه راه فيها غير الدواء، مازال غادي نطلع من لتحت واحد لونتيبيوتيك اكلاف اوغمونتان اكلاف للبنات الله يستر. المهم انا غنديرهم غير احتياط، اوغمونتان ديالي يعني ديال الكبار حتى هو غندير احتياط، وداك الاسعافات الاوليه راكم عارفين. صافي لقيتوني يلاه جمعت دابا الروينه كامله، وحاولت انني نرصيها وديا معايا هاد لافاليز الكبيره يلاه باش نجمعو كاملين قشنا، باش ماشي تبقى هادي هنا هادي هنا صافي، وغادي نجرها لان بناتي ضروري ما غادي يديو معاهم لي كارطابل ديالهم باش يمشيو تما يديروا التمارين ديال العطله ديالهم. دونك ما غاديش نبقى عليهم لا الزينتينا هادي لا هادي، يا ربي تكافا هما غير مع الشوانطهم. دونك انا قلت ندي هادي باش ما نبقاش عاد هز هادي جيب هادي دير هادي، برك عليا غير هذا وساكامان ديالي وبوان فينال صافي. ضروري شي حاجه هكا في اليد كنكون دايره فيها، المهم تخربيقات لي كوش لي لانجات وي ماما الماء، المهم داكشي اللي غادي ناكلو داكشي. المهم الغزالات ديالي هانا ماشير كوكو كوكو. المهم البنات هانتوما جمعت كلشي، هنايا كيف ما غادي تشوفوا حاطه حوايج ديال اريج، هنايا حوايج ديال زنوبه، هنا حوايج ديال مروه، هنايا يا لاله لا 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 الدواء. هادو البنات هما ديال الشيئين اللي كنت قلت لكم شحال زوينين بوشيطات، واحد ما يلوحهمش يخليهم، والله العظيم الا غزالين. هانتوما درت هنايا الحوايج الداخليه، الملابس الداخليه ديال مروه، وهنايا ديال زنوبه حطيتهم منهم هنايا، هنايا كذلك ديال اريج، مازال غادي نزيد لها شي تقشرات وداك الشيء حتى هي ها هي درتهم منهم هنايا صافي. وما جيتهم ها هي كملات، وجهتي انا جيتي انا كذلك هانتوما، هذيك حتى انا دايره فيها الملابس الداخليه ديالي، وحاطه هنايا الحوايج ديال الدار الحوايج ديال الخروج. هنايا راني جامعه انا هذه، ولكن ما غنحطهاش دابا حتى غدا الصبح ان شاء الله، حيت هذه راني جامعه فيها المكياج ديالي وداكشي كامل اللي غادي نحتاج. هذا السيروم ديال الشعر ديال الليل ديالي اللي من عند اوريفلام سميتو إليو، مزيون بزاف غادي نديه يا اختي.
اختي اش كديري؟ شديري صافي هنايا لينا نجات ها هما باقي عاد غادي نجي ندير هنايا في بلاصه ديال لي كوش بلاصه ديال هذيك لا تروس بلاصه ديال لا تروس ديال الماكياج ديالي ونشوف شنو غادي نزيد هنايا غير الكوليه ديالي وداكشي ديال الذهب ديالي حتى هو غادي نديه ما غاديش نخليه هنايا بحال ما نخليه فاس اصلا بلا ما نطلعو معاه كاين صافي هادشي ما كاين صافي حنا دابا جمعناو طوينو خليت لهم كيطمات ديالهم ها هما باش يلبسوهم غدا ان شاء الله باذن الله هذيك وهذيك واحد السبرديلات ها انتما حطيت الزنوبه هادو وهادو وهي تختار اللي بغات وعاوتاني حطيت المروه هادو وحطيت لها هادو وهي تختار عاوتاني اللي بغات لان حنا ما نديوش معانا بزاف غير وحدين هما اللي غادي نديهم فقط غادي هذا ونعيط لهم يختاروا يشوفوا هما شنو غادي حيت هادو باقيين جدادي ما بغيتش نهبطهم بداك الشيء البالي ايوا صافي الغزاله ديالي هذا ما كان يلا نمشيو نكملوا شغالاتنا المهم انا رصيت غدا ان شاء الله يسمح ويفتح باش ان شاء الله نمشيو نشدوا الطريق واريج دايره لي اختي هنايا الروينه شوف عرمه تهرسي دابا الغزالات ديالي غادي ندوز باش نوجد معكم غداتي بالنسبه للغديوه ان شاء الله باذن الله خممت باش ندير هكذا واحد الدجاجه المهم غير صغيره على قفنا حنايا وصافي واحد الدجاجه معمره غادي نعمرها ان شاء الله بالروز وشرمولها نتوما غتشوفوها معايا وندخلها للفران يعني ما غنفورها ما حتى حاجه غندخلها للفران غطيب من ا جوسكا زد بالنسبه للبنات الشرموله ها انتوما عندي هنايا الحامض مصير مقطع عندي هنايا القزبر ومعدنوس عندي هنايا الثومه الثومه غير حكاها واحد المعلقه صغيره ديال الموطارد شويش ديال الكمون شويه ديال الخرقوم شويه ديال الابزار شويه ديال ازير شويه ديال زعتره شويه ديال الملح شويه ديال الفلفل احمر هاد هي البنات شرموله اللي غادي ندير اللي غادي نخدم بها الدجاجه المهم معليش غادي نشرمل هنا ومن بعد عاد نزول هانتوما غادي ندير القزبر ومعدنوس غادي ندير الليمون مصير ثوما ندير معلقه ديال الموطرد صغيره المهم انا مبقاليش كنكرر تكرار المهم بحال درت كثر من معلقه صغيره ولكن غير معلقه صغيره بهاره شويه ديال الفلفله حمراء شويه ديال الازير ها نتوما غير واحد شويه عاد بين يديكم وصافي شويه ديال الزعتره بحال هكا ومهم نتوما بغيتو تنكهو باي نسمه ديروها شويه ديال الكمون ماشي بزاف لان الكمون كيمرر شويه ديال الابزار غادي ندير تقريبا بحال نص معلقه لان انا ما عنديش الهريسه الى عندكم الهريسه ديروها لان الهريسه حتى هي كتبنن شويه ديال الخرقوم شي معلقه صغيره اكيد شويه ديال المليحه نخلطوا هذا الشيء دابا غادي نزيدوا واحد شويه ديال الماء ماشي بزاف غير تطلق لنا انا درت هنايا غير ربع كاس يعني غير تطلق لنا الشرموله وصافي
صافي باركو. غادي ناخذ بحال نقولوا النص، ها هو والنص غادي نخليه. ناخذ شرموله وغادي نشرمل بها الدجاجه مزيان مزيان من برا ومن الداخل. هانتوما البنات ما تنساوش داك الجناب ديال الفخيضات وداك الشيء، حتى هما دخلوا لهم مزيان شرموا لنا داك البلاصه. صافي اون فوا غادي نشرملوها نحطوها هكذا على جنب. دابا غادي ناخذ الرز، نخلطوه مع هذيك الشرموله اللي ديجا كنا خليناها. المهم غادي نديروا الكميه ديال الرز اللي كنكونوا ديجا سلقناه. وبالنسبه لهذا الرز هذا البنات، داك الرز الكلاصي الصفر اللي كيتكون الحبه ديالو طويله حيت هو اللي تيصلح، لان الاخر اللي كيكون صغير راه كيتعجن. صافي ها نتوما من بعد ما خلطت مزيان كيف ما كتشوفوا هنايا البنات، راه عندي الفلفله، هذه راها الفلفله، عندي فيها الفلفله حمراء وخضراء اللي كنكون ديجا انا قطعتها هكذا طريفات صغارين، وكنكون قليتها اولا شحرتها في شويه ديال الزيت لانها كتعطي نكهه خاصه. كنديرها هي التاليه هنايا. صافي ها هو الرز ديالنا دابا غادي يكون واجد وطالعه من واحد الرائحه. يا سلام يا البنات، هما نزيد داك شويه ديال الرز ولا بلاش؟ زيدي دري في الشنا هذاك، نزيد حتى هذا ما عندوش يبقى. صافي البنات دابا ها نتوما هاد الرز هذا اللي كنكون انا ديجا خلطته مع هاد الشرموله ومع هاد الفليفله وداك الشيء. دابا غادي ناخذ الدجاجه وغادي نعمرها غير بشويه ديال الرز، وحتى ما باقي غادي نردو في المقيله ديالي وغادي نشحرو. غادي نردو كي قلت لكم في المقله وغادي نشحرو، لان في التالي غادي يعني غادي تحطيه في شو سميتو في المائده ديالك، ولكن ضروري خصو يتشحر. صافي بحال هكا، دابا البنات هانتوما هنا شتوني درت واحد البصيله وشي جوج هكا ديال البطاطات، غادي ندير عليهم شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الابزار، شويه ديال الكمون، شويه ديال الفلفله الحمراء، شويه ديال الملحه، وشويه ديال الازيه.
بسيط، غادي نخلطهم بحال هكا. غادي ناخذوا البنات الدجاجه، صافي دابا اخر مرحله البنات. صافي راني ساليت حطيت الدجاجه ديالي، كلشي دابا راه واجد. بالنسبه للروز ها هو، حتى الروز راه غادي نديرو غير يتشحر، نيت في داك الزويته اللي بقات شويه اللي تشحرت فيها الفليفله، ها انا رديتها لهنايا تقريبا واحد 4 دقائق يتشحر وصافي، وغادي نطفيو عليه. وبالنسبه اسمحوا لي، بالنسبه لهذا الدجاجه غادي ندير لها واحد الخليط ديال الزيت بلديه، واحد شويه اكيد ما نساش واحد الطريف ديال الزبيب. ديروا طريف ديال الزبده هكذا من الفوق، صافي. ودابا غادي ندخلوها الفران على اكثر من 200 درجه، دونك غنديروا شي 210 ولا 220 درجه. غادي ندخلوها نشعل عليها من الفوق ومن التحت في نفس الوقت، نخليها طيب على خاطر خاطرها تقريبا واحد نص ساعه، ومن بعد مره نحل عليها. غنلقاها طلقت واحد شويه ديال المريقه هي ومع داك البصله والبطاطا، مره غنهز داك المرقه وغادي نسقيها هكذا من الفوق. داك الساعات عاد نشد عليها بورق المطبخ وبابيا الومنيوم ونخليها تكمل الطياب. على ما تكمل الطياب ديالها عاد نزول ونخليها عاوتاني تحمر، وداك الساعات كتكون عندنا واجده. يعني شي حاجه اللي راه ساهله مهله كتجي بنينه. دابا راكم عارفين بغينا نديرو شي حاجه ناشفه وداك الشيء، فقلنا علاش لا ما نبدلوش ونديروها الطريقه هذه، وتشاركتها معكم. يلا بصحتكم وراحتكم، حتى نتوما غديوا ديالكم من بعد ملي توجد اكيد غادي نتلاقى بكم. يلا عاد جمعت البنات كوزينتي وجيت باش نتشارك معكم لي برودوي اللي كناخذ بالنسبه للمتتبعات اللي تيقولوا لي اسماء تشاركي معنا الصخره ديالك ديال الدار ولي برودوي اللي كيعجبوكي وكتولي تشريهم وتعاودي. فانا غادي نشارك معكم التقضيه ديالي، كنت خديتها البارح صراحه ولكن ما لقيتش الوقت باش نشاركها معكم، قلت معليش خلي حتى اليوم الصبح وعاد نوريها لكم. دونك هنايا البنات كيف ما غادي تشوفوا كاين صخره شي شويه متنوعه، كاين برودويات وكاين شي حاجه للدار.
يعني المواد الغذائيه. المهم هنايا البنات كاين سيمون. بالنسبه للبنات لسيمون علاش خديته؟ لان ان شاء الله بيد الله غادي نسافروا، دونك خديته هذا غير نفس الطريق وصافي يعني العصير. كذلك الزريعه حتى هي، الطون حتى هو، حيت بيني وبينكم الصراحه انا ملي كنبغي نسافر ولا شي حاجه راه ما عنديش، ما كتكونش عندي الكانة بصفه نهائيه باش عاد ندير ساندويتشات ولا شي حاجه، لان صافي النهار الليله اللي كنجي نجمع فيها حوايجي باش نسافر صافي ممنوع الكوزينه اختي. راه دابا راني عاد دخلت وحده قلت لهم صافي بركه. المهم خديت الشعليه ديال الشينوا لان البارح كنت نورمالمون غادي نعمر هذه الدجاجه بشعليه ديال الشينوا، فبالتالي قلت مع راسي لا من الاحسن انني ندير الروس، شحال هذه ما درتها بالروس. خديت هنايا غير واحد شويه ديال الكركاع اولا الكوز حيت ما كاينش في الدار. صافي هنايا خديت جوج ديال سوليس، لان سوليس راكم عارفين كنحتاجوها في لي بات بزاف ديال الحاجات. خديت نيسكافي، هذه سريعه الذوبان. خديت لا موطارد كيف ما شفتوا راه ما بقاتليش اخر معلقه، راني هي اللي خدمت بها. خديت الكونفيتور، خديت هنايا هادو فانيات لانه ما بقاوليش، واخا الصراحه انا مسافره ولكن منين غادي نجي فيا اللي عادي يولي عادي يخرج اوموان بعدا نلقى شي حاجه كاينه في الدار. الا بغيت نوجد لهم لا كريب ولا مسكوته ولا لي بانكيك ولا شي حاجه، مهم اوموان داك الصباح ولا هذا مهم نلقى عندي كلشي في الدار. هنايا خديت الكمارات، خديت هذه لا كريم شانتي الحلوه، وخديت هذه الكواخاضه، خديت منهم ثلاثه باش يبقاو عندي في الدار باش ما نعكش على انني ما عنديش بلاتي من بعد غادي نصوبها ولا هادو. هذه خلاص غير الماكله ديال القطه باش تبقى لها. هادو شامبينيون بجوج بيهم، خديت هاد باكيه ديال الصابون فيها 6 ديال ديتول، كنبغيها تكون في الحمام. صافي هنايا عاوتاني البنات كنت خديت لهم ريبيات يعني للطريق لغدا ان شاء الله. ساعه اريج ديجا هزات واحد، بقاو نزين بمروه خصني نزيد نشري في الاريج باش غدا ما تديرليش الروينه. صافي دابا البنات هنا غنشارك معكم لي برودوي. المهم هنايا كاين لانشون، هنايا كاين جوج، هنايا عندي جافيل، جافيل اللي دائما عندنا ما عمرو ما يمكن انه يختار من ديورنا. هنا عندي كيري لان ما لقيتش الباكيه الكبيره دونك خديت هادو، وشو سميتو وخديت هاد ال شحال فيها 88 يمكن حبه، 88 حبه ديال لافاش كيري. خديت هنايا سنيده، خديت بحال نقولو باكيه ما كاملاش يمكن، المهم 4 ديال الحبات ديال السكر. خديت هنايا عاوتاني الحليب هكا 6 باش يبقى عندي في الدار لان ما كيخسر ما والو. خديت بابيال الومنيوم، ما بغاتش تخرج بابي الومنيوم. صافي بالنسبه للبنات لي برودوي اللي بغيت نتشاركهم معكم ونهضر لكم عليهم. المهم هذا راه غير الصابون ديال الماكينه، هذا كبير على هذاك الاخر اللي كناخذ ديال ما كملش وقيله فيه يطرو، هذا ما عرفتش شحال فيه يطرو و 400 مليلتر دونك هذا كبير. وعاد زايدين هنايا الزياده غير هذا راه عادي يعني هذا داك العادي يعني ماشي هذاك الخضر ولا الصفر ولا شي حاجه ولا داك لورنج. المهم خديت هذا باش يبقى عندي في الدار، خديت الماء ديالو حتى هو لهذا اللي كيعطي البريون لداك الشيء. وهنايا يا لالا هادو اللي بغيت نشاركهم معاكم هادو بالضبط ونهضر لكم عليهم. شوف هادو واش راهم باينين، سي راهم باينين هادو البنات. المهم سمحوا لي تسمعوا شويه ديال الصدى. هادو البنات هو اللي كنت خديتو الغوص اللي تعقلوا عليه، كنت كنقول لكم البنات دائما خذوا بالنسبه للكنابيات لي فوتوي طلامط اللي كيزول البقع الصعبه، هو هذا البنات شتي. دابا هذا راه عندي ما شريتوش، ولكن بما انني مشيت نتسخر ولقيت كاين هاد ويكس فيه انواع، انا ما كانش كيتسحب لي فيه انواع، دونك لقيت فيه انواع واشكال وكل واحد لايش كيصلح، وقلت علاش لا ما ناخذوش نعطيكم الراي ديالي عليهم تستافدوا منهم. مثلا هذا لقيتو متعدد الاستخدامات بقدره على التبييض، يعني هذا مصوب باللخيه، ها هو مصوب مكتوبه فيه هنايا لخيه، قال لك ينظف ويطهر للمنزل والملابس برغوه فعاله، يعني كيطلق الرغوه، دونك هذا شي حاجه اللي غادي تكون زوينه بالنسبه
حتى الا كانت عندك شي بقعه فشي حاجه سورتو الا كانت بيضه يعني حيت هو لي خيارك عارفي راكي عارفه يصلح لشي حاجه هكا ديري البيض ديري الحمام ديري الكوزينه المهم شي حاجه اللي هكا غادي نظفها مزيان ويزول منها البقع. بالنسبه للحوايج راه خص ضروري بويض. هذا غنعطيكم رايي ديالي عليه النهار غادي نستخدمه. هذا حتى هو لقيتو ويكس ديال الاتات وما دايرين ديال الاتات سورتو الخشب. دونك هذا قالك بان كينظف وكيغذي الخشب بلا ما ياثر فيه. دونك هذا ها هو ديال 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 منظف للاتات الاتات وسورتو ديال الخشب. هذا اكيد بما ان هذا شكرت لكم راه 100% غادي يكونوا زوينين. انا داكشي علاش اصلا تشجعت وخديتهم كاملين. هذا البنات لو جيل ديال ديال الحمام اعزكم الله هذا قالك ينظف ويطهر تاثير مزيل للاصابع يعني هو كيحاول انه يزول الوسخ وداكشي كامل. ها هو جيل للمرحاض برائحه نسيم البحر هو بعدا فيه ريحه زوينه وفيه اشكال يعني فيه يمكن 4 ديال الروائح. انا عجبتني هذه الريحه ديال نسيم البحر وقلت غادي ناخذه. هذا عاوتاني البنات ديال الحوايج دونك هذا ديال الماكينه ديال التصبين اللي كيخلي هكا واحد الريحه زوينه في الحوايج. عطر دائم انتعاش ونعومه حتى هو برائحه نسيم البحر الازرق دونك شي حاجه اللي كتكون فريشور هكا ودوسه هادشي شنو كاتبين فيه. وريحته راه زوينه بزاف حتى هو راه فيه لوانات يعني روايح ولكن عجبني هذا الزرق. هذا يا لالا هاد ويكس ديالاش ديال المزيل الاوسخ القويه. هذا يا لالا كيزول الاوسخ الصعبه كيزول الجير والصدى والبقايا ديال الصابون يعني وسورتو هنا دايرينو مختص فقط. ها نتوما مثلا هادو الروبينيات الدخلانيين هادي الرشاشه ديال الحمام هذاك الشيء الدخلاني ديال الحمام يعني هذا كيحاول انه يزول داك الصدا والجير والكالكير والمهم اي حاجه هذا كيزولها. وانا ما نكذبش عليكم ثيقه فيهم لان قلت لكم نجربه هذا. وهذا يا لالا قال لك مزيل الدهون بالليمون هذا كيصلح انتما دايرين الروايد ديال الطوموبيل داين لو فور الحوايج كوزينه كامله المهم كيصلح للاسطح والملابس بجوج بهم كيزول الدهون الصعبه سيرفاس ايفيتمون بجوج بهم. دونك هادو هما اللي كنت بغيت نشاركو معكم البنات. بالنسبه لي بري كاين اللي كيبدا من 15 درهم حتى 23 حتى 25 درهم يعني هما راه فيهم واخا هكا كل وحده والثمن ديالها. كاين اللي ب 15 درهم كاين اللي ب 19 درهم كاين اللي ب 20 كاين اللي ب 23 كاين اللي ب 25 درهم صافي. هو المهم دابا انا غادي نجمع هاد الروينه ديالي. نتمنى انكم تكونوا خديتوا افكار من لي برودوي ولا يش كل وحده علاش كتصلح وان فوا انا النهار نجربهم اكيد غادي نشاركهم معكم. صافي الكوزينه كيف ما قلت لكم راني جمعتها كلشي عندي فيها نقي ناضي. الدجاجه ديجا راني غطيتها بالالومنيوم وبهذاك ورق الزبده يعني دابا راه تطيب وصافي. المهم منين غادي توجد غادي نشارك معكم ان شاء الله غداتي. ها هي البنات الغديوه ديالنا ديجا ديالنا كتجي على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. بصحتكم وراحتكم حتى نتوما البنات الغديوه ديالكم. صافي من بعد ما وجدات هكا كتحمروا داكشي هذيك شويه ديال البطاطا والبصله اللي كتبقى كطيب في المريقه اللي كتطلق كنحطها هكا في الجناب وداك هذا اللي كيبقى الشرموله اللي كتبقى وكنخلطها مع الروز وداكشي والفلفله وهذا الشيء صافي كنحطها هكا في الجناب اولا ديروها فطيرات صغارين الا كنتو مثلا دايرين دجاج بزاف ولا هذا
وبصحتكم وراحتكم غديوه ديالكم. كتشهي والله الا الريحه تبارك الله ما عندي ما نقول. مازال ما عاد غنجيب الفراش وعاد غنجيب. مازال ما حطيت الفراش لا والو، عرفتي علاش؟ حيت راجلي فيه الجوع. فيه الجوع. وخاصني نصور قبل ما يبدا ياكل. تبارك الله. يلا دوق دوق ورد عليا. ندوق بسم الله. نورمالمون خاصني نحط هادي. لا نحط بعدا البطاطا دجاجه مقلوبه طيبه مزيان المذاق البنه مينة. البنه عطيونا فرصه ندوقوا الرز الرز نقول لك انا الشيف زربات علينا زربات لا غير وحده بالنسبه للرز نشوفوا الرز 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 لذيذ لذيذ بصحتكم وراحتكم يلا غزلات ديالي تهلاو في راسكم تنتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي لكتب الله السلام عليكم